حقيقة المباراة هي استبقت الأحداث لنهائي الأبطال، عشان كده كان عندها شغف عالي جدا جدا. أضف إليها أنه توخيل مدرب تشيلسي أدى الناس انطباع أنه في فريق زي ما هو قال أنا يعني سيخشى أي فريق مواجهة تشيلسي، ده كان كلام توخيل فعلا. مما جاء نظم فريق تشيلسي أداه وضعية عالية جدا تكتيكية. المباراة كانت مباراة عالية جدا، فيها نقطة أنه الفريقين بالمناسبة لعبوا بالمداورة، يعني ما ريحوا الأساسيين للقاء المرتقب أو بعض الأساسيين، ما كل الأساسيين للقاء المرتقب، قولك لا يكشفوا أوراقهم بشكل كامل يعني. أيوة، ولعبوا بتشكيلة مخالفة للتشكيلة ظهرت في دوري الأبطال. لكن وجدنا أنه النقطة اللي أنا دا أقولها، تشيلسي تفوق على مانشستر سيتي اللي متميز أصلا بالمداورة. يعني إحنا عارفين دائما إنه غوارديولا بيداور اللعب، يعني دائما بيغير في تشكيلته، لكن تشيلسي هنا في المباراة دي هو اللي تفوق رغم المداورة. تشيلسي لعب بهجوم كاسح، هو اللي تفوق في المباراة تماما. يمكن اللحظة الوحيدة اللي تشيلسي تراخى فيها دفاعيا ما بين مساندة النص للمدافعين، دي اللحظة جاء فيها هدف مانشستر سيتي. لكن الشوط الثاني تراجع تشيلسي بكل قوة وقدر انه يستحوذ على منطقة المناورة في الوسط لوجود انا افتكر نجم المباراة، ونجم يعني المفروض يتكلموا عنه كثير، كانتي. نقوله كانتي لانه عمل ربط قوي جدا بين النص والدفاع، مما ريح دفاع تشيلسي وخلاه يبرز بصورة قوية جدا امام اغويرو وخيسوس.